المسالك الطرقية المؤدية إلى دوار آيت غانم التابعة للنفوذ الترابي لجماعة بني سيد على الجبل إقليم الناظور، مسالك طرقية وضعها مأساوي، لا يمكن لأي عربة في فصل الشتاء المرور من هذا المقطع الطرقي، رغم أن المقطع يستعمله الكثير من المواطنين للمرور إلى دوار القضية ومنها إلى مركز جماعة بني سدال الجبل. لكن أخ الإخوان من دومينير، دائما وأبدا المنتخبين جماعة بني سدال الجبل وعلى رأسهم ممثل الدائرة الانتخابية رقم 12 قريش، حول التمنية التنمية البشرية سغين زيسن تمو بني وساري أنعام الإخوان باش تسلم إرفضايح من المنتخبين دي الجماعة نتسدال، وأغلبهم لا يقطن بتراب الجماعة، أغلبهم وازد خشادي الجماعة نتسدال تسنن جماعة بني سدال الجبل إلا ذي نهار الانتخابات خمين يعزن أصوات المواطنين الضحايا، المواطنين غيبقى نحيقي من دائما في معاناة مع أحوال الطقس والأوحال والمسالك الطرقية في وضع مأساوي. مع الأسف خص المواطنين تبدلن إجن فكرة يعني مغايرة باش عاقبا المنتخبين يصوتن حول التنمية البشرية إلى شراء سيارة فارهة للاستجمام، بينما أن ساكنة القرى ببني سدال الجبل تعاني الأمرين، تعاني مع التهميش والعطش والإنارة العمومية الغير الموجودة في العديد من المقاطع الطرقية وما إلى ذلك، دون أن ننسى البطالة التي ضربت الأخضر واليابس. شكرا لكم وإلى اللقاء.
المسالك الطرقية المؤدية إلى دوار آيت غانم التابعة للنفوذ الترابي لجماعة بني سيد على الجبل إقليم الناظور، مسالك طرقية وضعها مأساوي لا يمكن لأي عربة في فصل الشتاء المرور من هذا المقطع الطرقي، رغم أن المقطع يستعمله الكثير من المواطنين للمرور إلى دوار القضية ومنها إلى مركز جماعة بني سدال الجبل. لكن أخ الإخوان من دومينيغ، دائما وأبدا المنتخبين جماعة بني سدال الجبل وعلى رأسهم ممثل الدائرة الانتخابية رقم 12 قريش، حول التمنيات التنمية البشرية سغين زيسن تمو بني وساري عن عام الإخوان باش تسنم إرفضايح من المنتخبين دي الجماعة يتذار، وأغلبهم لا يقتنوا بتراب الجماعة، أغلبهم وازد خشادي الجماعة يتذار تسنن جماعة بني سيدير جبل إلا ذي نهار الانتخابات خمين يزن أصوات المواطنين الضحايا، المواطنين غيبقان غيقمن دائما في معاناة مع أحوال الطقس والأوحال والمسالك الطرقية في وضع مأساوي. مع الأسف خص المواطنين تبدلن إجن فكرة يعني مغايرة باش عقبا المنتخبين يصوتن حول التمنيات التنمية البشرية إلى شراء سيارة فارهة للاستجمام، بينما أن ساكنة القرى ببني سدال الجبل تعاني الأمرين، تعاني مع التهميش والعطش والإنارة العمومية الغير الموجودة في العديد من المقاطع الطرقية وما إلى ذلك، دون أن ننسى البطالة التي ضربت الأخضر واليابس. شكرا لكم وإلى اللقاء.